العام والحادية عشر بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار، أهلا بكم. تحت رعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تتواصل بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال لليوم الثاني على التوالي تتواصل أشغال الندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الجديد لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط وموضوع الشباب والتكنولوجيا والمالية. الندوة أشرف على افتتاحها أمسي الوزير الأول أحمد يحيى، الذي أكد بالمناسبة أن التكفل بالشباب يعد تحدي معاصرا كبيرا واستثمارا ثمينا للجزائر، حيث تخصص الدولة ما يقارب 10 ملايير دولار سنويا لدعم سياسة التربية والتكوين، مشيرا إلى أن رهان التشغيل يحتل أيضا مكانة جوهرية، إذ تمكنت الجزائر من خفض معدل البطالة من 30% عام 2000 إلى أقل من 12%، وذلك بفضل بعث اقتصاد متنوع وبرامج لدعم التشغيل. وحول موضوع الاقتصاد الجديد لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد مسؤولون سامون من المؤسسات المالية الدولية المشاركة أن النجاح في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا مرهون بمدى قدرة الدول على إشراك الشباب، مبرزين أهمية دعم الابتكار والشركات الناشئة والإبداع لمواجهة رهان البطالة وتعزيز فرص النمو بدول المنطقة. مني أحمد حر. أكد وزير المالية لدى افتتاح أشغال الندوة الإقليمية حول الاقتصاد الجديد ضرورة العمل وفق منظور شامل لمواجهة تحديات التشغيل وخلق آلاف مناصب الشغل للشباب في إطار اقتصاد بديل مبني على التكنولوجيا والابتكار. تخص الآفاق المستقبلية لتطور اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن منظور شامل يستهدف رفع التحديات المتمثلة في ضرورة خلق الملايين من مناصب الشغل الجديدة بالاعتماد لا سيما على التكنولوجيات الحديثة في إطار بناء اقتصاد جديد أكثر تنوعاً. ولأن الشباب المبتكر المتحكم في التكنولوجيا هو الرهان الأول لبناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة، فإن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مطالبة بتكييف سياساتها وتطوير منظوماتها التشريعية للتكفل أكثر بالشباب الحاملين للمشاريع التكنولوجية المبدعة. La possibilité de faire des transferts financiers à travers l'Internet. Si on ne peut pas recevoir de l'argent, si on ne peut pas payer à travers l'Internet, c'est très difficile de développer un business d'Internet. المدير العام لصندوق النقد العربي أشار أيضا إلى ضرورة توفير البنية التحتية والإجراءات القانونية الكفيلة بترقية النشاطات المرتبطة باقتصاد المعرفة مع تطوير أنظمة الدفع والتقنيات المالية. ولعل الرعاية السامية الكريمة لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لهذا المؤتمر تبرز الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات الجزائرية لمواضيع وقضايا تشجيع الشباب ودعم الابتكار والانتقال لاقتصاد المعرفة من خلال تطوير منظومة التعليم والبنية التحتية التقنية لتعظيم فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة في خلق الوظائف وتحقيق التنمية الاقتصادية. هذا وتلقى التجربة الجزائرية في مجال التشغيل احترافا واسعا لدى مختلف الهيئات المالية الدولية والإقليمية. في النشاط البرلماني، استأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم أشغاله في جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس السعيد بوحجة، الجلسة مخصصة لعرض ومناقشة مشروعي القانون الذي يحدد القواعد المتعلقة بالتمهين. الجلسة حضرها وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خوا.
دعما للموارد الطاقوية الوطنية، المجمع الغازي بتيميمون مشروع استراتيجي واعد يدخل مرحلة الإنتاج بعد تدشينه اليوم من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، الذي سيكون مرفوقا بوزير الطاقة مصطفى قيطوني ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان بريزة جلامدة. بلغت الأشغال نهايتها بالمجمع الغازي لتيميمون بولاية أضرار، مشروع استراتيجي من شأنه أن يعطي قيمة مضافة لمواردنا الطبيعية، وهو ثمرة شراكة بين سوناتراك وتوتال الفرنسية وسيبسا الإسبانية. البروجي لوي ميم كونسيست او تريتمون دو غاز، دونك يفا باسي بار اون بار اون بار اون شين دو تريتمون دي ميركوريزاسيون دي سلفوريزاسيون دي هيدراتاسيون اي دي كاربوناتاسيون. Et on a aussi une production de condensat de 441 barils par jour. Ce condensat est acheminé vers le site de Hassermel. Et le gaz expédié via un gazoduc vers Hassermel. مدة الشراكة ما بين هاد ثلاث شركاء هي 25 إلى 30 سنة مدة الشراكة، مدة العقد اللي يجمع بين ثلاث شركاء. انطلقنا في مرحلة ستابيليزاسيون تاع المصنع، ورانا بدينا نطلعوا في كمية الإنتاج حتى نلحقوا الكمية القصوى اللي هي 5 ملايين متر مكعب غاز يوميا إن شاء الله. بغلاف مالي قدر ب 800 مليون دولار، تم حفر أزيد من 17 بئر إلى حد الساعة من أصل 37 بئرا. ثلاث سنوات استغرقتها الأشغال على أرض انعدمت فيها الحياة لتعزز بقاعدة للحياة وأخرى أمنية، وطريق يمتد على مسافة 120 كيلومتر إلى جانب مدرج جوي ومصنع للغاز ذو أهمية استراتيجية. De bonnes expériences sur le projet. Il y a eu beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'informations au jour le jour qu'on apprenait sur le projet. Et donc, moi, je dirais que c'était très, très bénéfique pour nous, tant sur le plan personnel que professionnel. المجمع الغازي بتيميمون سيشغل 3000 عامل. هذا المشروع الهام الذي يعد أحد الروافد الأساسية التي من شأنها تلبية الاحتياجات المحلية والأجنبية. في الصالون الوطني للتشغيل مؤسسات متعددة الاختصاصات، منها من تعرض منتوجاتها لفئة مهنية معينة، ومنها من فتحت أجنحتها لكل الزائرين لأول مرة. أكثر تفاصيل مع بديع زيادة. التين والزيتون فخر الإنتاج الوطني لما تحتويه هذه الثمار من قيمة غذائية وعلاجية. نقولوا الزيتون ياكلوا كذا بحبه ولاباط سي نوتر ميثود. كي قرات عليهم الفايده ديالهم وليت ما استغناش عليهم. تما جينيرالمون ناكلوا صباح زيت زيتون مع السلطه ديتو. الاعتماد على النظام الغذائي التقليدي فيه من المنافع ما لا تعد ولا تحصى، والمنتجون من جهتهم يبدون استعدادا كبيرا لمواكبه مستوى الطلبات الجديده. المربى تاعنا نخدموا احنا اون مورسوس ارتيزانال، ومن بعد نخدموا منه ليكسري دو فيغ، للروب دو فيغ اللي حاجه فريمون عليها اقبال مليح باسكو علاش عندها لي زونتي اوكسيدون، عندها منفوعه مليح. وعندنا الزيت بالكرموس الكحله الزنجر، فاريتي الزنجر هذيك غانيه على التعريف. عندنا عسل التمر المستخلص هو الاسم التقليدي تاعو الرب، وعندنا عسل التمر المقطر هذا اللي يتقطر من نوعيه تاع تمر يسموها الغرس، وعندنا مسحوق التمر يسموها الروينه. الصناعات التحويلية التقليدية للمنتوج المحلي فرضت نفسها في السوق الوطنية والخارجية بفضل الجهد الذي يبذله المنتجون في توفير نوعيات جديدة. نعطيك مثال تاع التيزان بيبي، فيها بابونج، فيها الفونوي، فيها بسباس، فيها حبه حلاوه، فيها كمون، دونك هذه كالمونت. ولاحظت انا باللي الناس بزاف ما تعرفش العجينه تاع الزيتون، لهذا قدمت المنتوج للمواطن باش يشوفها ويتعرف به. صالون التشغيل فرصه لتسليط الاضواء على منتوج وطني يرعى كل الاذواق.
دوليا وفي سوريا تتواصل عملية مغادرة المسلحين وعائلاتهم من مناطق جوبر وزملكة وعربين، ويشمل هذا الاتفاق الجماعات المسلحة الرئيسية. إلى ذلك خرج أكثر من 114 ألف مدني من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر المنافذ الإنسانية المقامة في المنطقة، ولم يتبقى في يد الفصائل المعارضة سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعات مسلحة أخرى. هذا وطالبت سوريا مجددا القوات التركية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية، والذي تعتبره دمشق أو تعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي. في تداعيات أزمة الجاسوس الروسي المزدوج، قررت دول غربية الشروع في عملية طرد بالجملة لدبلوماسيين روس من أراضيها، حيث بلغ عدد المعنيين بالطرد من هذه الدول ما لا يقل عن 116 دبلوماسيا من 23 دولة، بينها 16 دولة من داخل الاتحاد الأوروبي لوحده، زيادة على دول كأستراليا وإسلندا وغيرهما. كما تستعد واشنطن لطرد ما لا يقل عن 60 دبلوماسيا روسيا، وهي أكبر عملية طرد في تاريخها لدبلوماسيين يعملون على أراضيها. حذرت الصين واشنطن من تبعات فرض الرسوم على مئات من المنتجات التي تصدرها إليها، وعلى رأسها الحديد والصلب والألومنيوم، داعية إياها إلى وقف ما وصفته بالاستفزاز والهيمنة الاقتصادية، في وقت تحدثت فيه معلومات أمس عن بدء مفاوضات سرية بين الطرفين بخصوص الأزمة الطارئة بينهما. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الخميس الماضي مذكرة تفرض رسوما جمركية على الواردات الصينية التي تصل قيمتها إلى نحو 60 مليار دولار، كما ستفرض قيودا على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة. في أخبار رياضة وفي كرة القدم، يواجه اليوم المنتخب الوطني الجزائري نظيره الإيراني بمدينة غراز النمساوية بداية من الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر. هذا وقد أجرت عناصر المنتخب الوطني أجرت ثاني حصة تدريبية لها بملعب غراز الرئيسي الذي سيحتضن المباراة، والتي ستكون منقولة وعلى المباشر على القناة الوطنية الأرضية. هذا وكان الفريق الوطني قد أجرى آخر حصة تدريبية يوم أمس تحضيرا للمباراة، فحظ موفق للخضر في هذه المنافسة. في الفن السابع وبعنابة، دخلت العديد من أعمال الشباب غمار منافسة مهرجان الفيلم المتوسطية، أعمال سينمائية لمخرجين شباب لقت استحسان الجمهور. وليد ساري. سهرة كوميدية بامتياز عاشها جمهور مسرح عز الدين مجوبي مع عرض فيلم كل شيء لي للممثلة الجزائرية البلجيكية نوال مدني، المشارك ضمن فعاليات مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. On a eu la chair de poule en arrivant devant le théâtre parce que on a eu déjà un accueil extraordinaire. Il y a beaucoup de monde. C'est la première fois que je fais un festival avec mon papa parce que c'est un festival qui est fait chez nous. Voilà, je suis très heureuse d'être chez moi, dans mon pays, et de découvrir cette ville qui m'accueille déjà chaleureusement. Le film يسرد أحداثا مقتبسة من تجارب الفنانة، وهي تخطو أولى خطواتها من أجل النجاح. صنع أجواء متميزة في صفوف الجمهور الحاضر. زينا باش نشوفوا نوال مدني. صافي بيان لونطون كنشوفوها غير في لا تيلي ايتو. فيلم كما يقولوا شبابي ويواكب العصر تاع اللي جانا دمه كلها، لا رانا متواجدين بكثره.
J'ai hâte de la voir et de voir son film parce que je ne l'ai pas trouvé sur internet et tout. En plus, c'est bien d'avoir des trucs comme ça. On n'a pas l'habitude, vous voyez. هو جانب من أجواء العروض السينمائية التي عاشها جمهور مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، عروض متواصلة قبل ساعات من إسدال الستار على فعاليات الطبعة الثالثة. احتضن المسرح الوطني محي الدين بشطرزي أمس عرضاً لمسرحية الوادي الغربي ضمن فعاليات الأيام المسرحية للجنوب في طبعتها الثامنة تحت شعار الممارسة المسرحية الجزائرية في الجنوب تجارب وآفاق. هشام بوميدة حضر عن التلفزيون. الوادي الغربي هو عنوان عرض مسرحي قدمته جمعية ألوان النعامة بالتنسيق مع المسرح الجهوي لسعيدة ضمن الأيام المسرحية للجنوب عن نص للمؤلف أنيس حور وإخراج مسرحي لقادة جناح. البياس اللي تحكي على الهيمنة نتاع الصهيونو ماسونية كما نقولوا على هذا النوفيل أوردر اللي بغى يقتل كاع ليمانيتي كاع لي سيفيليزاسيون اترافير لو موند. دونك حنا بغينا اترافير لا حلقه لي زيليمون دو لا حلقه ناس بغاو يجيبوا الحلقه للتياتر سي امبوسيبل ما بغاش تدخل. حنا بغينا نضوطوا الحلقه افيك دي زيليمون سينيك مودرن مي يتواكبوا ويتمشوا مع كل صوالحنا حنا. واستواد تحكي على كاع الهيمنه اللي جاتنا من الغرب، يعني القراءه الثانيه تاعها هي نحكوا على واد وعلى دواوير حمل عليهم هذا الواد. القراءه الثانيه تاعها عندها شحال من قراءه، من بعض القراءات انها تعني كاع الهيمنه اللي جات من الغرب. بون بالرغم من الصعوبات اللي تلقاتها الفرقه اليوم الحمد لله في فتره وجيزه اقل من سنه، اليوم فتح لينا الديانه فتح لينا الابواب تاعها والحمد لله على هذا النجاح اللي وصلنا له. المسرحيه عبر فصولها وعبر سرد قصه بسيطه لسكان دوار فاض عليهم وادهم، فهي تتطرق لتأثر مجتمعاتنا بما هو غريب عنا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، شكرا لكم على المتابعة. فيما يلي حصاد الصحافة.